الأكاديمية دخلت مرحلة جديدة، تصوتكم بس هو الحكم، يعني الاتكال كله عليكم مشاهدينا، وأنتوا وحدكم الحكم. ورغم خروج علي من الأكاديمية، الحلم هيستمر وهيزيد الإصرار في برايم جديد مع النجم ملحم زين. ما عاد بديك بديك بديك، ساعدني بترجاك بترجاك. ونجوم ستار أكاديمي محمد شاهين ومينا عطا. ويا ربي على الأيام دي قدرنا. في ستار أكاديمي الجمعة الساعة 9 مساء على CBC.